السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مواقع بتعتمد على تحويل التكست لصور، مجرد ان انت تديله تكست يبدأ هو يحول لك صور. طبعا رقم واحد الميديورني، شرحناه كذا مرة في القناة بتاعتنا، سهل جدا تكتب له بس كده، يعني انا كاتب ايه عربيكم من ايجيبت، راح عمل لي التصميم ده، يعني حاجة خرافية. تمام، تخيل بس قلت له اكتب اعمل لي بس بيت عربي موجود في مصر، فحط لي البيت بالشكل ده. فده يعتبر من اقوى الادوات اللي انت ممكن انت تستخدمها. مشكلته بس ان هو بفلوس، تمام، لكن مبلغ مش كبير، اعتقد في حدود مثلا $15 في الشهر حاجه زي كده، لكن هو يستاهل. طيب الموقع الثاني بلاي جراوند اي اي، ده تقريبا بيديك 1000 صوره في اليوم، يعني مش هيخلص خالص. اقول له كرييت واعمل صور زي ما انت عايز، وهتلاقي هنا هو مقسم لك الصور لاندسكيب، صور عربيات وهكذا، وتقدر انت تكريت صور زي ما انت عايز، وكل يوم بيديك صور كتير. قول له كرييت واكتب له انا عايز مثلا قطة بتعوم في البحر بتاع زي ما انت عايز، اكتب له اللي انت عايزه، كاتس بلاي ويز ماوس، وقول له ممكن نقول له احنا عايزين نعمل فلتر معين، تقدر تختار الفلتر اللي انت عايزه، مثلا صوره قديمه بتاع، وقول له جنريت، يبدا يكون لك الصور. وتقدر هنا تختار التفاصيل، انهي موديل اللي انت هتستخدمه، هتلاقي ستيبل ديفيجن، هتلاقي ديل 2، هتلاقي حاجات كتير تقدر تختار منها. طيب انا هنخش بعد كده على كليب دروب، ده موقع جميل جدا، فيه شويه افكار حلوه، ان انت مثلا في حاجه انت مش عايز تتعلم عليها، هو اوتوماتيك يشيلها وما يخليش اي حد يجي بعدك يفتكر او يعرف ان انت كان في حاجه هنا وانت شلتها. تمام، دي حاجه واحده بس، ريموف باك جراوند، في ان انت تعمل اعاده الاضاءه، ان انت تكبر الصوره من غير ما تعمل نغمشه، ان انت تنظف اللوحه بتاعتك، ان انت تحول تكست ريموفر، تقدر انت تشيل تكست بالجمال دوت بسهوله خالص. ودي الافكار اللي نزلت في الفوتوشوب من كام يوم، يعني الفوتوشوب بقى فيه ان انت تعمل الحاجات ديت بسهوله باستخدام الذكاء الاصطناعي. ده موقع اسمه image.space، تقدر تكتب فيه اعمل لي اي حاجه هو يبدا يكونها لك. تمام، مجرد ان انت تكتب اي تكست يبدا ان هو يكون لك الصوره اللي انت عايزها. وده برضو نفس الفكره، استابيليتي اي اي، بتقول له انا عايزك اجرب واعمل المنتجات بتاعتي، يبدا ان هو يعمل لك الصور. وميزه ان انت تقدر تحمله للفوتوشوب، ده الاي 2، ده يعتبر اكتر واحد بيستخدمه فيهم. برضه تكتب تكست يحوله لك، لكن هو ميزته ان هو تبع اوبن اي اي، ففي تطور رهيب بيحصل ومش بفلوس، او يعني النسخه اللي هي ببلاش مكفياني وزياده، فده اكتر واحد بشتغل بيه الصراحه، والمنتجات بتاعته جميله. في ديفيجن بي برضه نفس الفكره، وبيشتغل على ماكنتوش، قبل ماكنتوش. ايمج كرييتور برضه بتكتب حاجه وتستخدم الذكاء الاصطناعي في ان هو يكونها لك. وستوك اي اي، تقدر تعمل سيرش في الصور بتاعت الذكاء الاصطناعي، يعني حد تاني عمل الصوره وانت بتعمل سيرش، فيجيب لك كل الصور اللي اتعملت من خلال الموقع، ويقول لك ايه البرومت اللي استخدم عشان يكون لنا صوره بالشكل دوت.